السلام عليكم، كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم جايب لكم مقطع جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. طبعا مقطع عن تحميل برنامج في شير بدون كمبيوتر، بدون سيدي وبدون السوالف هذه. هي طريقه مره سهله. برنامج هذا شوفونه، لازم تحمله. اول مره اشرح انا البرنامج هذا، بس يلا نبدا. بسم الله، تدخل سفاري، تدخل الرابط هذا، راح احط لك تحت بالوصف، تضغط على كلمة هير وتسوي له تثبيت. بعد ما تسوي له تثبيت تدخل عليه، راح يقول ابي وثوق وكذا. تسوي كذا دقيقة، تروح الاعدادات، تروح يم عام اذا طلب وثوق. دقيقة، تنتظر شوي، تدخل على هذه ملف التعريف، هذا برنامج، تسوي له هنا تثبيت والسوالف هذه كل شيء. بعد ما يتثبت عندك ويكون جاهز، تدخل على البرنامج. بعد ما تدخل على البرنامج راح تجيك دقيقة ثلاث خيارات. ادخل على اول خيار اللي هو مور سكوير، هذا ملفات، تدخل عليه، تنزل تروح موجو، هذا موجو حرف الام، تدخل عليه وتضغط بعد عليه مرة ثانية، تبحث على عن في شير، هذا برنامج، تدخل عليه، تسوي له تثبيت. انا مثبته عندي، هذا هو. بعد ما تثبت تروح اما ملفات التعريف شرح، تدخل عام ملفات التعريف وتسوي له هذا وثوق. بعد ما تسوي الوثوق على طول تدرم على البرنامج، يكون شغال عندك عادي، ما في لا كمبيوتر ولا سيدي ولا هم يحزنون. ابد تدرم وتحمل اللي تبي براحتك، تنتظر شوي احن يشتغل، عشان ما تقولون لازم كمبيوتر وتكبرون السالفة وهي صغيرة. تنتظر الحين ايش وضعه هذا، اخلص اشتغل، ناس تشوفك، اخلص دقيقة، هذا هو شغال. اصبر، ادخلي مرة ثانية، فلاش اي، تشوفون اشتغل عادي ابد، ما في كمبيوتر، ما في شيء، تحمل اللي تبي، خذ راحتك حمل اللي تبي. هنا حزمة بطايق وتسجل دخولك، وهنا تطبيقات والصور، هذا هو الفيشير جاهز مثل ما تشوفون. ورابط البرنامج هذا راح احط لكم بالوصف. اتمنى دعمكم لي باللايك وسبسكرايب، وشكرا لكم جميعا، في حفظ الرحمن.